بعد نهاية أراك شيبويا انتقلت من الأحداث إلى أراك عشيرة الزنين إحدى عائلات الجوجيتسو الثلاثة الكبرى. نوبيتو زنين وكما نعلم فقد كان هو قائد هذه العشيرة إلى أن توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال حادثة شيبويا. تنقسم قوات عشيرة الزنين إلى عدة وحدات. لدينا وحدة الهي وهي وحدة مكونة من نخبة شامان عشيرة الزنين بقيادة نويا، حيث أن قوتهم مكافئة لشامان الدرجة الأولى أو أعلى وفقا لمعايير مدرسة الجوجيتسو. لدينا وحدة الكوكورو بقيادة نوبواكي وهي الفرع الأدنى من الهي والتي تتكون فقط من أعضاء الزنين الذكور الذين لا يمتلكون تقنيات فطرية. يطلب من جميع أعضاء العشيرة الذين تنطبق عليهم هذه المعايير بالتجنيد والخضوع لتدريب شاق على فنون الدفاع عن النفس ليلا ونهار، وماكي كانت عضوة في هذه الوحدة إلى أن التحقت بمدرسة الجوجيتسو. كما لدينا وحدة الأكاشي وهم أيضا أعضاء في عشيرة الزنين إلا أنهم لا يستوفون متطلبات الانضمام إلى الهي. بداية أراك عشيرة الزنين أظهرت لنا شخصية تدعى بنويا. نويا الذي يسعى إلى القوة بثقة لدرجة أنه بدأ يرى بأن جميع من حوله أقل منه شأنا، حيث رفض الاعتراف بموهبة أي شخص بما فيهما الأعضاء الكبار جينيتشي وعمه أوجي اللذان يعتبران شمال من الدرجة الخاصة. موقفه المتهور والمغرور هذا لطالما أزعج زملائه من رجال العشيرة، لدرجة أن أوجي وجينيتشي هاجموه لكونه متغطرسا بشكل مبالغ فيه. لم يعرب نويا عن أي قدر من القلق على والده نوبيتو وهو على فراش الموت، وقد قال أكثر من مرة بأنه يكره جميع إخوته وهدفه فقط هو أن يصبح رئيس العشيرة. هو شخص ينظر إلى النساء كزوجات فقط. وقد أخبر والدة ماكي وماي بأن المرأة التي لا تستطيع المشي ثلاث خطوات خلف الرجل يجب أن تطعن في ظهرها. بعد أن توفي قائد عشيرة الزنين نوبيتو قدم عجوز يدعى بفوروداكي بوصيته التي كتبها قبل أن يموت ليقرأها على كل من نويا أوغي وجينيتشي. بعدما لم يعترض أي منهم على القراءة أعلن فوروداكي بأن نويا سيصبح الرئيس 27 لعائلة الزنين، حيث سيرث جميع أصولها بما في ذلك الأدوات الملعونة المخزنة في مدرسة الجوجيتسو في طوكيو مع باقي منازل عائلة الزنين. كما وضح فوروداكي بأن نويا لن يتولى جميع المهام إلا بعد موافقة كل من أوجي أو جينيتشي. كما كشف لهم في نهاية الأمر على أن هناك بندا يستند إلى اتفاقية مكتوبة مع توجي فوشيغورو تنص على أنه إذا مات ساتورو غوجو أو أصبح عاجزا ذهنيا لأي سبب فإن ميغومي فوشيغورو سيتولى الدور ليصبح قائد العشيرة بدل نويا. عندما علم نويا بأن ميغومي قد أخذ منه لقب رئيس العشيرة لم يتردد في التخطيط لقتله. نويا كان يدرك جيدا بأن أفراد عشيرته سيفضلون ميغومي عليه، وهذا ما جعله لا يهتم على الإطلاق لموافقتهم. كما لم تكن لديه أي مشاكل في محاولة البحث عن يوجي إيتادوري لمهاجمته في محاولة لإخراج ميغومي، وقد كان على استعداد لقتلهما معا إن دعت الضرورة لذلك لأجل لقب عشيرة الزنين. في الجهة الأخرى وبعد أن انتهت مجزرة شيبويا توجهت شوسو للإطمئنان على حالة إيتادوري قبل أن ينطلق معا لتولي أكبر عدد من الأرواح الملعونة. بعد انتهائهما من ذلك لاحظ شوسو بأن إيتادوري قد أصبح أكثر قوة وأكثر مهارة في التحكم بطاقته الملعونة مقارنة بقتلهما الأول. عند حديثهما حول هذا الأمر وصل نويا إلى عين المكان للبحث عن ميغومي، ولكي يظهر أمامه شرع في إحداث ضجة حيث شن هجوما سريعا على رفيقيه من دون أي مقدمات. بعد أن استخف نويا في البداية بقدرتهما قام بالرد عليه بسرعة ليدرك بأن المواجهة ضدهما لن تكون سهلة، وما إن حاول الانقضاض عليهما مرة أخرى حتى شعروا جميعا بهالة مشؤومة جعلتهم يتسمرون في أماكنهم. صاحب هذه الهالة كان هو شامان الدرجة الخاصة يوتا أوكوتسو. شوسو علم بأن يوتا قد قدم لينفذ عقوبة الإعدام على يوجي، لذلك طلب منه الهرب بينما سيقوم هو بإعاقة نويا زينين، وهذا ما حدث بالفعل. عند مطاردة يوتا لتوجي لاحظ الأخير بأنه يعوض تخلف في طاقته الجسدية بطاقته الملعونة، والتي بالمناسبة فإنها تتفوق على جوجو ساتورو بنفسه، حيث أن الفرق بينهما هو أن جوجو فور تنشيطه مثلا لتقنيته الملعونة 6 أعين فإن فقدانه لطاقته سيقترب من الصفر، وهذا عكس يوتا أوكوتسو الذي لن يفقد طاقته أبدا، وهو ما لاحظه يوجي حيث أن تدفق طاقته مرتفع للغاية مع سيفه ما جعله غير قادر على التنبؤ بهجماته. بعد تقدم المعركة تمكن يوجي من كسر سيف يوتا، لذلك حاول استغلال الأمر للهجوم عليه قبل فوات الأوان، إلا أن المفاجأة كانت بظهور ريكا خلفه والتي تمكنت من شل حركته ليقوم يوتا بطعنه في القلب. في الجهة الأخرى عانت شوسو من سرعة نويا. المواجهة بينها
هذه الاثنين لم تكن عادية، حيث أنها أشبه باصطدام بين النار والجليد. لطالما افتخرت شوسو كثيرا بكونه الأخ الأكبر بين 10 أشقاء، فهو يرى بأنه بحاجة إلى حمايته، لذلك فقد كان يحاول أن يكون بمثابة الشخص الذي يمكن الاعتماد عليه، لأن هذا ما يفعله الأخ الأكبر. ونظرا لحبه الغير مشروط إخوته، لم يستطع فهم شخص مثل نويا زينين الذي يكره جميع إخوته الأكبر سنا منه، وذلك فقط لأنهم أضعف منه. شوسو أخبر نويا بأن قوته اليوم ربما أتت بسبب إخوته، وعلى عكس ذلك لم يكن لدى شوسو أخ أكبر ليدله على الطريق، لذلك كان دائما يتعثر ويرتكب الأخطاء، ومع ذلك يقف شامخا ليسير في الطريق أمام إخوته الأصغر منه، ومن هذا التفاني يستمد قوته. شوسو بعد حوار طويل مع نويا شن هجوما قويا عليه بواسطة شلال من الدماء. نويا لم يفهم كيف بقيت شوسو حيا وقد فقد الكثير من دمائه، إلى أن توضح بأن ذلك بسبب خليط الأرواح الملعونة مع البشر، والذي يجعله غير قابل للموت رغم فقدانه للدماء ما لم تنفذ طاقته الملعونة. بعد أن تفادى نويا العديد من هجمات شوسو، قرر الهجوم عليه بتقنيته الملعونة، إلا أنه تأخر، حيث أطلق عليه شوسو تقنيته الملعونة التي قام بسقلها لمدة 150 عام، والتي أطلق عليها اسم السوبر نوفا، وهو مصطلح شائع في عالم الفضاء. بعد أن سقط نويا على الأرض، تفاجأ شوسو بقدوم يوتا خلفه، وهو يجر معه جسد إيتادوري ليلحقه به. نويا بعد أن دخل دماء شوسو إلى داخل جسده، تسببت له بأضرار كبيرة، وهنا جاء الدور على يوتا الذي قام بشفائه بتقنيته العكسية الخاصة به، بمقابل أن يخبر كبار المسؤولين بأن إيتادوري قد مات. تقودنا الأحداث بعدها إلى حلم غريب، وتحديدا نحو فلاش باك يخص والد يوجي إيتادوري مع جده واسوكي. جين والد إيتادوري ظهر وهو يحمل طفله يوجي أثناء حواره مع والده، الذي طلب منه بأن يترك تلك المرأة وإلا فإنه سيموت. جين رد على والده واسوكي بأن لا يقول مثل هذه الأشياء أمام يوجي، باعتبار أن الأطفال على ما يبدو من وجهة نظره يتذكرون أكثر مما يعتقد الكثيرون. واسوكي ذكر حقيقة أن جين أراد طفلا من امرأة تدعى كوري، ولكن قبل أن يتمكن واسوكي من قول شيء عن وفاتها، قطعته بغرز على جبهتها وخطبته بصفته والد زوجها، متسائلة عما يتحدث عنه، ليستيقظ يوجي إيتادوري مباشرة بعدها. يوتا كان بجانب إيتادوري طوال الوقت، حيث أنه فور أن استيقظ أخبره عن سبب إقدامه على طعنه، فيوتا تصرف بتلك الطريقة لجعل الأمر قابل للتصديق، حيث قام بشفاء يوجي بتقنية اللعنة العكسية الخاصة به قبل أن يموت. على الرغم من أن يوتا لم يلتقي بيوجي إيتادوري مطلقا، إلا أنه بذل قصارى جهده لخداع كبار المسؤولين، وهذا لأن جوجو طلب منه ذلك. يوجي إيتادوري مهم للأشخاص الغاليين على يوتا، وقد كان هذا سببا كافيا لمساعدته، كما أنه يتعاطف مع يوجي لأنه كان في نفس الوضع تماما من قبل، حيث حمله وأيضا قوة هائلة بداخله. في تلك اللحظة انضم ميغومي إليهم ليطلب من يوجي بأن يعود معا إلى مدرسة الجوجيتسو للم شملهم مع ماكي مرة أخرى. يوجي كان لا يزال يشعر بالذنب بسبب ما قام به سكون في شيبويا، لذلك فقد طلب من ميغومي بأن يتوقف عن التصرف كما لو أن كل شيء على ما يرام. ميغومي أيضا تحمل مسؤولية ما حدث، لذلك فقد طلب من يوجي بأن لا يكون أنانيا، مذكرا إياه بأنه شمان وليس أبطال. فميغومي يعتقد بأنه لا يمكن لأحد أن يحكم عليهم، لذا فإنه يجب عليهم إثبات وجودهم باستمرار من خلال إنقاذ أكبر عدد من الناس. ميغومي طلب من يوجي في نهاية حديثهما بأن يساعده في إنقاذ تسوميكي، حيث قام العقل بإعداد معركة مميتة بين الأشخاص الذين يستخدمون تقنيات ملعونة والتي سماها بلعبة الإعدام. يوتا أيضا كرس نفسه لمساعدة ميغومي في إنقاذ أختي من هذه اللعبة، كما أنه وافق على إيقاف سكونة إذا ما سيطر على جسد يوجي مرة أخرى. السبب في توجههم نحو ثانوية الجوجيتسو كان لأجل لقاء تينغن، لمعرفة كيفية إزالة الختم على جوجو، وكذلك أهداف العقل المستقبلية، والوحيد القادر على الإجابة على هذه الأسئلة هو تينغن نفسه، لكن للوصول إليه عليهم باختيار الباب الصحيح، حيث أن تينغن يقوم بخلط أكثر من 1000 باب باستمرار حتى لا يصل أي أحد إلى ضريح النجم حيث يقيم. ينظر إلى تينغن على أنه كيان خالد، وأحد أعمدة الأمن داخل مجتمع الجوجيتسو، وبالطبع ليس بمقاتل ولا يستطيع استخدام الجوجيتسو، فقط ما يميزه هو أنه يعتبر أقوى مستخدم للحواجز بين جميع السحرة. كما لا يجب أن ننسى بأنه بعد فشله في الاندماج مع وعاء النجم البلازمي قبل 11 عام، تسارع تقدمه في السن رغم أنه خالد. عند حديث الثلاثي عن حاجز تينغن، تدخلت شوسو ليخبرهم بأن هناك طريقة لتجاوزه، حيث أن ماهيتو ذات مرة سرق أصابع سكونة وأرحام صور الموت، لذلك فإنه عليهم فقط فعل نفس الشيء. عند وصوله من المدرسة، وجدوا كل من ماكي زينين وتسوكومي في انتظارهم تحت قبو سري. يوتا أبدى قلقه فور أن شهد حروق ماكي،
لتخبره تسوكومي بأن قوتها الجسدية الفطرية هي من أنقذت حياتها من هجمة جوكو في شيبويا. تشوسو تقدم من دون مقدمات ليشرح لهم كل ما يعلم عن حاجز تينغان، حيث أخبرهم بأنه بين الباب والضريح يوجد مستودع ملعون تتواجد به العديد من الأدوات والأغراض، وهناك توجد بقايا إخوته وتقنيته قادرة على إرشادهم لمكانهم بالتحديد. بعد أن استخدموا المصعد للتوجه نحو الضريح، وجدوا تينغان أمامهم بعدما ظنت سوكومي في البداية بأنه قد رفضها بعدما أغلق ضريح النجم. اتضح لنا بأن تينغان قد سبق له أن التقى بتسوكومي يوكي من قبل، وسبب إغلاقه لضريح النجم هو لاعتقاده بأنه ربما قد تحالفت مع كينجاكو. وكينجاكو لما لا يعلم فهو نفسه ريتوشي كامو، الرجل الذي يستحوذ على الأجساد، وهو حاليا مستحوذ على جسد جيتو. تينغان كان يعلم عن سبب قدوم المجموعة إليه، لذلك فقد قرر التعاون معه بشرط واحد، وهو بأن يصبح اثنين من الثلاثي يوتا تسوكومي تشوسو حراسا له. السبب في رغبة تينغان بهذا هو لأن كينجاكو يحتاج إليه لجعل كل ياباني شمان عن طريق دمجه مع البشر بعد أن يمتصه باستخدام تقنية التلاعب بالأرواح الخاصة به، وهذا ما سيؤدي به إلى كارثة طبيعية. كما أن كينجاكو بارع هو أيضا في تقنية الحواجز، حيث أنه في المركز الثاني بعد تينغان، وما هي إلا مسألة وقت حتى يقوم بفك ختم ضريح النجم. وببساطة ما يريد كينجاكو القيام به هو خلق فوضى لا يمكن السيطرة عليها، حيث يخطط لدمج مواطني اليابان في كيان واحد لمجرد أن الأمر يبدو ممتعا. وقد اعترف سابقا بأنه إذا انتهى الأمر بهذا الكيان إلى أن يصبح وجها مضحكا، فهذا سيكون مضحكا بالنسبة له. تينغان أخبر المجموعة بأن كينجاكو قرر ختم جوجو لأنه في الماضي تعرض للهزيمة مرتين على يد شامان يمتلكون الأعين الست، ورغم أنه في محاولته الثانية قام بقتل صاحب الأعين الست ووعاء النجم البلازمي قبل حتى أن يبلغ من العمر شهرا واحدا، إلا أنهم عادوا للظهور في يوم الاندماج، ولهذا قرر تغيير استراتيجيته إلى الختم بدل القتل. وما زاد الأمر سوءا بالنسبة له كان هو ظهور رجل استخدم قوة العقد للهرب من القدر، حيث قام باستنصال الطاقة الملعونة كاملة من جسده مع جيتو الذي امتلك تقنية التلاعب بالأرواح الملعونة. هدف كينجاكو من لعبة الإعدام والاعتراف بعملية الاندماج، واللعبة هاته عبارة عن طقوس تستخدم الطاقة الملعونة للاعبين والحدود بين الحواجز لنقل البشر إلى نيرفانا. ولتنجح إحدى تلك الطقوس على كينجاكو أن يضع عقدا ملزما على نفسه، حيث أنه لا يمكنه أن يكون مدير اللعبة، وهذا ما سيجعل لعبة الإعدام تستمر حتى لو قتل، لذلك فلإيقافها حينها على جميع اللاعبين بأن يموتوا. لذلك فقد وضع عدة قواعد للحفاظ على استمرار هذه اللعبة ومنعها من التوقف في منتصف الطريق. قواعد لعبة الإعدام تنقسم إلى 8 قواعد، ويوتا اقترح على الرفاق بأن يستخدموا القاعدة السادسة داخل اللعبة لإضافة قاعدة أخرى لأولئك الذين لا يريدون المشاركة. بعد نهاية كل هذا قرر كل من تشوسو وتسوكومي البقاء لحماية تينغان. سبب رغبة تشوسو بالبقاء هو للقاء كينجاكو لإنهاء حياته لكي يخلص إخوته بشكل نهائي. أما تسوكومي فقد قررت البقاء لأنها كانت بحاجة للحديث أكثر مع تينغان. في النهاية قدم تينغان ما وعد به لتحرير جوجو، وهو الجانب الخلفي من عالم السجن، ولكن الوحيد القادر على فتحه هو كينجاكو بنفسه، إلا لو تم استخدام الروح المعكوس السماوي الذي يعمل على إيقاف التقنيات أو الحبل الأسود الذي يصد التقنيات. والمشكلة هنا هو أن جوجو هو من دمر هذا الرمح بنفسه قبل 11 سنة، كما أنه هو بنفسه من محى الحبل الأسود، وهو أصلا مضمون رحلة يوتا إلى إفريقيا. لذلك فالطريقة الوحيدة المتبقية هي البحث عن أحد المشاركين في لعبة الإعدام، والتي هي شخصية تدعى بالملاك، حيث أن تقنيتها الملعونة تستطيع إبطال ومحو جميع أنواع التقنيات، وهي تتواجد حاليا في مستعمرة على الجنوب الشرقي من طوكيو. تتكون اليابان من 10 مستعمرات، وهناك حدود متصلة بينها لنقل الناس منها إلى الجانب الآخر لتحضيرهم للاندماج مع تينغان، وهذه الطقوس ستنتهي على الأرجح في خلال شهرين بناء على القاعدة الأولى. وبما أن اللاعبين قد استيقظوا في 31 من أكتوبر، فإنه لم يتبقى سوى حوالي 10 أيام و15 ساعة حتى ينضموا إلى اللعبة، وإلا فإنه سيتم استئصال تقنيتهم الملعونة مع كل من خالف القاعدة، وهو ما سيؤدي بهم في النهاية إلى الموت. وطبعا الاستثناء الوحيد هنا هو ماكيزينين التي لا تمتلك أي تقنية ملعونة. بناء على القاعدة الثالثة، فإن غير اللاعبين الذين يدخلون الحاجز سيعتبرون لاعبين فور دخولهم، أما من كانوا داخل الحاجز مسبقا فسيتم إعطاؤهم فرصة للخروج حتى تنطلق لعبة الإعدام. اللاعبون داخل اللعبة يحصدون نقاطا، من يقتل غير شامان سيحصل على نقطة واحدة، بينما من يقتل شامان سيحصل على 5 نقاط، ولكل لاعب خنفساء تدعى بكوغاني سترافقه داخل هذه اللعبة. بناء على القاعدة السادسة يمكن
يمكن للاعبين باستثناء نقاط حياتهم الخاصة انفاق 100 نقطة للتفاوض مع مدير اللعبة لإضافة قاعدة جديدة، ما سيجعل من الممكن إلغاء قاعدة أخرى من القواعد الثمانية الأساسية بشكل غير مباشر. كما يجب على قائد اللعبة قبول أي قاعدة جديدة ما لم يكن لها تأثير قوي على اللعبة. أما بالنسبة للقاعدة الأخيرة والثامنة فإنه على جميع اللاعبين قتل بعضهم البعض، لأنه إذا بقيت نقاط اللاعبين كما هي لمدة 19 يوما فسيتم استئصال تقنيته الملعونة. بعد كل هذه المعلومات التي حصلنا عليها، بقيت سوكومي مع تشوسو لحماية تينغن، بينما قررت ماكي التوجه إلى عشيرتها لأجل أخذ الأدوات الملعونة بالمخزن بعدما قامت كل من عشيرتي الكام والزيني بأخذها، في حين أن يوتا قرر التوجه لدخول المستعمرة ليشارك في اللعبة مباشرة لجمع المعلومات المطلوبة قبل دخول تسوميكي وفوشيغورو إليها. أما ميغومي فقد قرر الذهاب للبحث مع إيتادوري عن طالب السنة الثالثة كينجي هاكاري باقتراح من ماكي رغم أنه موقوف لأن مجموعتهم صغيرة وسيحتاجون إلى كل المساعدات التي يمكنهم الحصول عليها. تقودنا الأحداث بعدها إلى شخصية تدعى بفوميهيكو تاكابا، وهو ممثل كوميدي فاشل يبلغ من العمر 35 سنة، وتاكابا هذا هو واحد من الشخصيات العادية التي ستجد نفسها داخل لعبة الإعدام مستقبلا. في الجهة الأخرى تم سجن ماساميشي من طرف الكبار لاعتباره بأنه درجة خاصة، وذلك لقدرته على خلق عدد كبير من الجثث الملعونة، ما سيؤدي مستقبلا إلى خلق جيش لا يقهر. منذ أن قام ماساميشي بصنع باندا أبقى باقي إبداعاته الأخرى سرا داخل غابة يحميها تينغن، إلى أن قام بكسر هذا من أجل مساعدة أخت كوساكابي في التعامل مع فقدان ابنها، حيث اخترع جثة ملعونة بمعلومات روح طفلها، وهو ما جعل كوساكابي يشعر بالامتنان الشديد له، لذلك قام بالتوجه لتحليل الباندا فور علمه بما يجري. عندما واجه ماساميشي عقوبة الإعدام وبعد أن أدرك بأن الهدف الوحيد لكبار المسؤولين هو صيغته لإنشاء الجثة الملعونة المستقلة، سمح لنفسه بأن يتعرض لإصابة قاتلة على يد غاكوغانجي بدلا من الكشف عن هذا السر، إلى أن اقتربت لحظته الأخيرة ليقوم بتمرير الصيغة إلى العجوز قائلا بأنها لعنة مني إليك، ليأتي الباندا في النهاية لأخذ جثة والده وهو في قمة الحزن. بعد أن أصبح ميغومي رئيس عشيرة الزنين بسبب بند خاص، توجهت ماكي إلى مقر عائلتها لجمع الأدوات الملعونة، وهناك ظهرت علاقتها المعقدة معهم جميعا. فعلى الرغم من حصول على إذن رئيس العشيرة ميغومي فوشيغورو، إلا أنها كانت لا تزال تتعرض للمضايقات المستمرة في طريقها، حيث تجاهلت كلمات نوية بعد أن وصفها بالحثالة وسخر منها بسبب ندوب وعدم قدرتها على استخدام الجوجيتسو، كما تجاهلت كلمات والدتها القاسية لتقوم بفتح باب القبو. هناك وجدت والدها أوغي في انتظارها، والذي تآمر على بنتيه مع كل من ناويا وجينيتشي، محاولا إعدامهما مع فوشيغورو بسبب تخطيطهم لإطلاق سراح جوجو. ماكي رغم أنها حاربت والدها بشجاعة محاولة إنقاذ أختها ماي، إلا أنها هزمت وأصيبت بجروح خطيرة، ليقوم والدها بسحبها مع أختها نحو غرفة العقاب التي تحتوي على عدد كبير من اللعنات، وذلك لأجل إنهاء حياتهما. بعد أن انصرف أوغي، أجبرت ماكي على توديع أختها في وقت مبكر جدا، مما مثل تغييرا هائلا في شخصيتها. فداخل مساحة تشبه الحلم، أوضحت ماي لماكي بأن ستضحي بنفسها لأجل أن تحصل هي بالمقابل على القوة التي تبحث عنها، لأنه حتى لو قامت ماكي بكل ما بوسعها لتصبح أقوى فإنها لن تستطيع، وذلك لأن التوأم في عالم الجوجيتسو يعتبر جزءا واحدا، ولكسب شيء ما عليك التضحية بشيء آخر، وهو ما قامت ماي بفعله بشرط أن تقوم ماكي بتدمير كل شيء. عند استيقاظ ماكي في غرفة العقاب لم يكن لديها الوقت الكافي للحداد، لذلك اضطرت إلى تنفيذ طلب أختها فورا، مما أسفر عن مقتل والدها على يدها بدم بارد. أبدت ماكي عشيرة الزنين بأكملها بلا رحمة دون أي تعبير عن المشاعر، وذلك بعد أن أصبحت تتمتع بقوة ممثلي توجي. قامت ماكي بذبح كل عضو في وحدة الكوكورو والهي من الدرجة الأولى وأعلى دون إظهار لأي ندم. الكلمات الوحيدة التي تبادلتها كانت مع نويا عندما سألها عما إذا كان لديها قلب بشري، وهذا كان بعد أن قطعت رأس جينيتشي وألقت به في البركة، ليكون ردها ببساطة بأن قلبها قد تم أخذه مع ماي لمثواها الأخير. منذ صغره كان نويا دائما ما يمدحه الآخرون ويخبرونه بأنه عبقري، فقد كان هو الفتى المدلل بين جميع أطفال نوبيتو، لطالما نظر نويا إلى نفسه على أنه خليفة والده، ونتيجة لذلك نمت غطرسته ونرجسيته إلى مستويات جامحة، مما جعله ينظر إلى كل من حوله على أنهم لا شيء أمامه. الشخص الوحيد الذي كان نويا يكن له كل الاحترام هو توجي فقط، فعندما ذهب لزيارته ذات مرة عندما كان طفل ليسخر منه بعدما سمع بأنه رجل لا يمتلك أي طاقة ملعونة، تفاجأ من مستوى وحضوره المرعب ليكون واحدا من الأشخاص القلائل الذين فهموا توجي، لذلك سعى جاهدا ليكون استثنائيا مثله. نوي
ألوية في قتاله ضد ماكي رفض الاعتراف بأنها تتمتع بنفس قوة توجي، فهذا هو اللقب الذي لطالما أراده لنفسه. لذلك فقد حارب ماكي لحرمانها من ذلك أكثر من الانتقام لعشيرته. رغم أن ماكي استنزفت الكثير من الدماء وبعد أن استخدم ناوية سرعته القصوى للإجهاز عليها، إلا أنها تمكنت من رؤية كل حركاته لتسحق وجهه المثير للشفقة بلكمة واحدة. بعد نهاية كل هذا ظلت ماكي تريد أن تصدق بأنه لا زال هناك أمل بعائلتها. فقبل أن تقتل والدتها حاولت معرفة ما إذا كانت تحاول تحذيرها منذ البداية من فخ والدها داخل القبو عندما طلبت منها العودة، إلا أنها شعرت بالإحباط لعدم حصولها على أي إجابة. بعد أن غادرت ماكي وصل ناوية إلى غرفة العائلة وهو يرفض أنفاسه الأخيرة، ولسخرية القدر وصلت والدة ماكي وهي ترفض أنفاسها الأخيرة إلى هناك أيضا لتطعنه في ظهره كما قال في البداية. المرأة التي لا تستطيع المشي 3 خطوات خلف الرجل يجب أن تطعن في ظهرها وتموت. في النهاية انطلقت ماكي لتقدم جثة أختها ماي إلى مومو لتنطلق لقتل باقي أفراد العشيرة الذين لم يكونوا حاضرين في ذلك اليوم. النتيجة النهائية كانت بقتل 6 أعضاء من وحدة الهي و21 عضوا من وحدة الكوكورو دون ترك لأي مخلفات للطاقة الملعونة، ليتم بعد أيام باقتراح من عشيرتي الجوجو والكامو طرد عشيرة الزينين من العائلات 3 العظيمة. وبهذا ينتهي أرك عشيرة الزينين الذي انطلق من الفصل 138 إلى الفصل 152. إذا أعجبك المقطع وتريد مني أن أكمل في شرح وتلخيص باقي الأركات فلا تنسى دعمي باللايك مع النشر. كان معكم محمد، إلى اللقاء.